شلونكم اعزائي المشاهدين؟ حلقه جديده من برنامجكم حجرات. احنا مستمرين في هذا الوضع الاستثنائي وتداعيات فيروس كورونا المستجد. ان شاء الله يا رب تعدي هذه الغمه على خير وسلامه. دائما نشكر قواتنا الامنيه ونشكر قواتنا الطبيه والكوادر الاعلاميه ونشكر كل مواطن قاعد يساهم بالقضاء على هذا الفيروس. اليوم قاعد ببيتك، انت قاعد تلعب دور كلش كبير في القضاء على الفيروس، انه انت مجرد ما عدم التزامك بقرارات خلية الأزمة وعدم تعاونك مع القوات الأمنية والكوادر الطبية راح تكون انت أداة لهذا الفيروس، تنقل الفيروس بدون ما تعرف حتى اذا مبين عليك اعراض فيروس كورونا المستجد. دائما احنا بهذه الفترة واحنا نصور حلقات حج عراقي من داخل المنازل، وكل الشكر موصول للضيوف اللي هم يدزون لنا فيديوهاتهم ويتواصلون ويانا من خلال هم بمنازلهم. اليوم راح نشوف تجربة لشاب من الناصرية في المنزل اسمه علي ماهر، لما اعتقد بحلقة ويان والفنان مرتضى حنيص تكلمنا على شلون واحد يقضي وقته في بيته وهل ممكن انه يقدر يبدع هو بالبيت. هذا الشاب ابدع هو بالبيت ولكنه فكر في مصلحة عامة مو بمصلحة خاصة. والناصرية بصراحة مشهودة لهم، يعني الناصرية هم دائما سباقين بأي شيء يخدم المصلحة العامة. هذا الشاب قام يصنع كمامات، وهو أرسل لنا فيديو يتكلم لنا عن نفسه وشون هو يصنع هذه الكمامات ومن جبت هذه الفكرة وش يستخدم وهل أكو حد يعاونه بهذا الموضوع. راح نروح نشوف علي ماهر الناصرية ونستمتع بهذا الشاب العراقي الأصيل وراجعين وياكم. أنا الشاب علي ماهر محمد علي النداف الشمري من العراق، محافظة ذي قار، قضاء قلعة سكر، من مواليد 2003. نتطوع في خدمة مدينتنا في خياطة الكمامات في مكان عملنا الخاص في سبيل مساعدة الناس المتعففة وأصحاب الدخل المحدود والمراكز الصحية والمستشفيات. وجاءت الفكرة من ذهبنا لأحد الصيدليات لم نجد متوفرة لديهم الكمامات، فقررنا انه نصنع الكمامات ونوزعها على الناس مجانا في حماية انفسهم من الامراض والاوبئة والفيروسات، وبالاخص فيروس كورونا المعروف والمنتشر حاليا. القماش هذا توفر من المراكز الصحية ومن المستشفيات وصحي 100%، ويتم إنتاج حوالي في اليوم الواحد 100 إلى 150 كمامة بمساعدة والدي وزميل حيدر. يعني كل واحد إلى قسم يكمل كمامات، يعني نوزعها بيناتنا. شعور حلو أنه أنت توقف بجانب مدينتك في خدمتهم وإعطاهم كل ما عندك من طاقة، والحمد لله. طبعاً كل الشكر لعلي ماهر، يا ربي يكثر من امثاله ويا ربي يحفظه. والناصرية مثل ما قلت انا قبل ما اطلع التقرير، الناصرية مشهودة لها بالشباب وبناس اللي هم يفكرون دائما بالمصلحة العامة. ان شاء الله يعني الناس تأثر، والناس احنا اليوم احنا محتاجين هذا التعاون. يعني انت اليوم هي رسالة لكل الناس، هذا شاب يصنع كمامات حتى يساعد ناس. اكو ناس قاعدة تصعد اسعار الكمامات لان عليها طلب، مستغلين هذه الفرصة، يعتقدون انه مغارة علي بابا من تفتحت قدامهم يعني، ويمشون بمقولة بعض مصائب قوم عند قوم فوائد. هذه مو فوائد ابدا، هذه اختبار نشوف احنا هل متراحمين حتى الله يرحمنا، هل متعاونين، هل متكاتفين. اذا هي ربحك بالكمامة 5000 10000 ايش قد راح تفيدك، واليوم راح تفيدك. وبما انه احنا اليوم بالناصريه بصراحه يعني كلش اشكر علي ماهر ويا ربي يحفظه، واشكر لكل الشباب واي واحد هو اللي يقدم بهذه الفتره، هو قاعد في بيته ودي يقدم محتوى يخدم به الناس. يقدر يتواصل ويانا ويرسل لنا اي مقطع فيديو يحب على الموقع اللي حيطلع هسه في اسفل الشاشه www.صوتالمستقبل.com او اي رابط من روابطنا في الفيسبوك والانستغرام وحتى اليوتيوب. ندعم احنا الشباب واحنا دائما مع شباب المستقبل. قبل ما انهي الحلقه بصراحه قبل فتره يعني احنا بالناصريه بعد نتكلم انتشر مقطع فيديو وصور لشاب في الناصريه يعني يقص راس شلب بالشارع ويذبح قدامه، وصراحه صار اكو لغط بالسوشيال ميديا وصار كلام يشمل محافظه الناصريه كلها. اكيد يعني هذه حاله فرديه وما تنم على الناصريه، اهل الناصريه الغاليين علينا، ولكن انه
احنا في مرحله يا جماعه لازم نتراحم في كل شيء، يعني رفقا بالانسان ورفقا حتى بالحيوان. والصور كانت يعني مؤلمه، وصارت تفاعل كبير عليها بالسوشيال ميديا، خاصه في المواقع اللي مواقع السوشيال ميديا في الناصريه، واعتقد هم عرفوا هذا الشخص اللي مسوي هذا العمل. واكيد يعني اليوم العراقيين هالرحمه وهالمروءه، واي شيء خطا ما يقبلون به. فهذه حاله سلبيه وتحكي بيها، واحنا حتى بشخصيها واكيد هي ما تنم عن اهلنا بالناصرة، ولكنه فعل فردي، واكيد هو فعل فردي مرفوض، واحنا هنا من دورنا طبعا نرفض هيك افعال ما تليق بينا كعراقيين اولا، ولا تليق باهلنا بالناصريه. صوتي ياكم نهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقه القادمه. مع السلامه.